وأنا أتكلم عن المعصية معاشر المسلمين والمسلمات، ينبغي أن لا نفرق بين صغيرها وكبيرها. ذلك أن من فقه المعصية أن لا تنظر إلى المعصية من حيث هي، ولكن رحمني الله وإياك انظر إلى من تعصي. بعض الناس تيحاول يقارن نفسه هو بغيره وتيقول لك على انا قاعش داير، علاش؟ انه تيحطاش نماذج، هاش نماذج، وطيحت امثله امام بين عينيه فيلبس عليه الشيطان على انت قاعش داير مقارنه بفلان وفلان وفلان. لا لا لا، اياك رحمك الله، اياك رحمك الله ان تنظر الى المعصيه، ولكن انظر دائما إلى من تعصي. فامرأة حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار والعياذ بالله. يعني قدر أش معصية وحدة تكون سبب في هلاك الإنسان. إبليس حل عصا من مرة، كم وهو يعفر جبهته ساجدا لله، شحال هو مطيع لله تبارك وتعالى، رضح من الزمان، وكم خالف، شحال المخالفات اللي دار، قال لي سجد من سجد، فكانت سبب لعنه وطرده من رحمة الله. فلذلك وأنا أتكلم عن المعصية لا تنظر ولا تقارن، رحم لله وإياك، ولكن دائما انظر إلى من تعصي، إنه العظيم، إنه الله. إذا قلت واصل الحديث لأتكلم عن أضرار المعصية. لو بنا نبدأ نتكلم على أضرار المعصية، أنا قعدنا عدها أو حزرها بعض العلماء إلى أكثر من 100 ضرر، بل أقول ولا أكاد أكون مبالغا إن قلت ما من شر شر، ما من شر شر يصيب العبد إلا بسبب معصيته. ما كاينش حاجة تنزل بالمسلم من الأذى ومن الآفات ومن الحرمان ومن المصائب إلا وسببها المعصية. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه يعفو عن كثير، أنه يعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فتعالوا بنا رحمني الله وإياكم لنتكلم عن بعض أضرار المعاصي، والقصد من الكلام عنها هو الإشارة والتنبيه، أننا ننبه ونعرف بأن القضية ماشي سهلة، وأن ما يصيب المسلمين الآن من الأمراض والأذى والاحتقار والاستصغار والقتل والتشريد، والله الذي لا إله إلا هو، كل هذا بسبب ذنوبهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، والله نسأل سبحانه وتعالى المعافاة. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ما مضى، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على أثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذان في توباتنا فنتوب. إذا ما مضى القرن الذي كنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب، وإن امرأ قد سر 50 حجة إلى منهل من ورده لا قريب.
نسيبك من ناجاك بالود قلبه وليس لمن تحت التراب نسيبه.